شخصية جحا عرفناها من خلال الروايات والقصص، هذه الشخصية اللي طابعها دائما كله فكاهي. اليوم ضيفنا حب يرد هذه الشخصية بطريقته الخاصة، معنا الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي حسين دشتي، حياك الله. إنني لا أتحدث باللهجة الكويتية، فأنا أتحدث باللغة العربية الفصحى، فهل أعدت لي السؤال باللغة العربية الفصحى؟ حاضر من عيوني. حياك الله الله يحييك. يا حسين دشتي. في البداية نود أن نتحدث أكثر عن موضوع شخصية جحا التي تتقمصها الآن. طبعا أنا في البداية أرحب فيكم ما يصير غش هذا. شخصية جحا في الواقع انطلقت من معرض الكتاب قبل شهرين تقريبا، وباقتراح من الكاتب محمد شراغ اقترح علي هذه الشخصية. طبعا في البداية فكرت وايد، لأن الشخصية مو تمثيلية، مو نفس مثلا إبراهيم صلال الأستاذ الكبير الله يذكره بالخير والمسلسل اللي سواه وقصص جحا. لا، هي الهدف منها شخصية تفاعلية، يعني جحا نازل بالسوق رايح بالمجمعات تفاعلية، وتعتمد على يسمونها الارتجال أكثر شيء. فكان صراحة تحدي، وأنا قبلت هذا التحدي، وإن شاء الله يعني نتوفق فيها إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. ما الذي جعلك أن تفكر بهذا الموضوع، ومن أين أتت لك هذه الفكرة؟ كما قلت لك سيدي، الفكرة اقترح علي أحد الكتاب. طبعا شنو الانطلاقة، أو ليش انطلقت من شخصية جحا؟ شخصية جحا طبعا واحدة من الأهداف، أن الناس فاهمة أن شخصية جحا شخصية سوري يعني غبية. مو صحيح هذا الكلام. كتب التاريخ تتكلم عن شخصية جحا أن هي كانت شخصية حكيمة، نعم، وتتميز بالذكاء وتحمل روح الفكاهة. صح. فأنت شايف يعني الوضع، أن يعني أنت أول ما أشوف جوحة لازم أول شيء تصير عندك الابتسامة. هذه واحدة من الأهداف، أن أزرع الابتسامة في قلوب البشر بشكل عام. ولاحظت أن الأطفال بشكل خاص لما يشوفون من بعيد شخصية، طبعا ما يعرف منه جوحة، يعني عطى سبونج بوب، عطى الشخصيات الكرتونية الجديدة، فيتفاجأ. فلما اقعد معاه واسولف معاه عن شخصيه جحا، ترى جحا كذي، يستانس، خصوصا لما انت تسرد له بعض حكايات جحا، فتلاقي القبول عند الاطفال اكثر. صحيح. انزين، الشخصيات الفكاهيه بالقصص والروايات كثيره، ايش معنى اخترت جحا علشان تتقمص شخصيته؟ قلت لك شخصيه جحا طبعا على فكره جمعت بين عده تناقضات، يعني بين الجد والهزل. ما تعرف جحا هل هو يعني الحين قاعد يتغشمر ولا من صدق، من خلال القصص الموجودة. يعني أعطيك مثال، يعني واحدة من القصص أن جحا طلع مع صاحبه وراحين مثل رحلة صيد، يصيدون طيور أو الحيوانات يكرمون كذي، فهم قاعد يصيدون الحقة وثعلب. فجوحا يسولف يعني وانا رحت ومعي صاحبي، ولين وصل الثعلب في حفره واخفى راسه يعني او دش داخل فجوحا يقول حق صاحبه طل شوف وين الثعلب هذا، بس انظر الى الداخل اين ذهب هذا الثعلب، نتكلم شيء عربي. فقعد يطل، قام يتعافر شوي وما قام يتحرك، فجوحا خلاه، بعد فتره سحبه، شاف ان راسه رايح. إيه، فالحين جحا مفروض انه يعني اكشن شيء، هدى ومشى. وين راح؟ راح حق زوجته، طق الباب. السلام عليكم. السلام، لدي سؤال. الحين هذا يوم طلع معاي الصبح راسه كان موجود ولا مو موجود؟ فالقصد ان يعني مثل هالقصه هذه فيها فكاهه، لكن فيها رساله، انه يعني شوف بعض الناس يهولون الامور في موضوع معين وهو تافه، والعكس صحيح، انه موضوع جدا مهم بس يحاول انه هو يتناسى او كانه مو صاير شيء. ودنا نعرف عوده جحا في عالم السوشيال ميديا، متى بلش في هذا الموضوع؟ تقريبا صار لها شهرين، انا من زمان بالسوشيال ميديا بس ولكن الشخصية كشخصيه، ويعني الحمد لله. وجحا اذا ما في مسابقات فما راح تستمتع بشخصيه جحا. فأنا مسوي الحمد لله شوية مسابقات بالسوشيال ميديا وناسة يعني. زين، الحمد لله، أهم شيء الوناسة، لأن شخصية جحا هي أصلاً ونيسة. فهل الشخصية هذه أنت متقمصها فقط كشكل ولا أيضاً كتصرفات؟
يعني انت شنو شايفه؟ انا الحين توك صدمتني. قلت لك هي شخصيه تفاعليه، وعلى فكره لما بدات اتقمص الشخصيه قامت تصير لي مواقف قمت اشك ان انا جحا. اي والله يعني وايد انسى في مواقف قمت اذكرها، خصوصا في الكتب موجوده بعض المواقف، ايه فقلت لا يعني هل ان خلاص انت طالما تقمصت الشخصيه راح يصير جحا؟ اوكي خلاص يصير جحا، شو المشكله يعني شخصيه حلوه وفيها حكمه وفيها فكاهه يعني. لأنه فعلا إذا تقمصت شخصية معينة، حتى قاعد نشوفها كثير من الممثلين بالمسلسلات يقولون صراحة وأن يتمون موجودين في نفس الشخصية اللي هم متقمصينها في المسلسل، لأنه وايد تأثروا فيها. الكاركتر أنت لابسه اليوم، هل أنت سويته بروحك ولا اتجهت حق أشخاص مختصين في هذا الموضوع لأنه وصلت لهذا الستايل؟ صراحة تأذيت على ما سويت الـ الـ الأزياء هذه. كان في اقتراح من الكاتب نفسه، اعطاني هو ملامح الشخصيه، قعدت ابحث في ابعاد الشخصيه شنو هي، شنو طرحها، شنو رسالتها، وشنو ابعادها حتى النفسيه، يعني نفسيه جحا شنو كانت. فعلى حسب فهمي للشخصيه طلع معي هذا الزي. فحتى اذكر لما رحت حق يعني الخياط، طبعا الخياط انسى، لازم تروح حق ازياء نسائيه صحيح. هم صح. اللي يختصون بهالشيء، ودشيت اكثر من محل اعطيهم تفاصيل اللبس، انسى الموضوع. لين بعدين لجأت ان انا افصل قطعه قطعه، يعني رحت حق خياط اللبس قلت له ابي مثلا القميص بهالشكل، ما يستوعب معي، لين اروح اجيب له قطعه الخام واشرح له، يلا يلا ها الحمد لله توفقنا يعني. الحمد لله. طبعا لا تسألني عن الطربوش، هذا بروحه قصتي قصه. مو هذا اللي جاي بسألك عنه انا، لكن احنا مستمرين معاك حسين وبنسولف معاك اكثر على هذه الشخصيه. مشاهدينا فاصل ورادين مع جحا. رجعنا معاكم كمين مع شخصية جحا اللي رجع في السوشيال ميديا صار له شهرين، ولكن الكل عرف هذه الشخصية وحبها، ولكن سولفنا من شوي عن اللبس، ولكن بنعرف قصة القبعة على قولتهم. القبعة رحت واحد من المجمعات المشهورة، ما أبي أقول اسمه الحين، حلو. مختصين في الفلين وملوت يسمون وسائل التعليمية. ممتاز. فقلت له تعال سوي لي القبعة، ما استوعب. لين بعدين بعد قعدت أفصل فيها، فيها جزء من الفلين، فيها خام وتفصال، يعني تروح حق راعي المحل تقول له أبيك تقص لي بطريقة معينة، عقب ما قصها تاخذها تروح تودي حق الخياط يركب لك الخام بطريقة. وبعدين انت ما سألتني شنو سر الشغلات الموجودة بالضبط. في هذا اللي نعرفه، انت قلت لها قصة بروحها، تكلمنا. قلت لك شخصية جحا تجمع بين التناقضات، بين الذكاء والغباء، او بين الجد والهزل، في من خلال سرد الحكايات اللي هو او المواقف اللي تصير له. فعنده حكم، فهذه الدرر اللي انا حاطها توحي الى الحكمه. القطع الخام الموجوده فوق هذه توحي الى البساطه. جحا كان رجل بسيط، يوحي الى مثلا انه عاش فتره كان فقير مثلا. فهذا طبعا الطربوش وكذا الطريقه هذه تعتمد على أساس الشخصية. اثنين قالوا أنه كان هو تابعي، يعني من أيام أول أيام الدولة الإسلامية، وقال لا الشخصية المشهورة أكثر هو نصير الدين خواجة، ولا يعني شاهد قبر شيء في تركيا، وهذا اللي أكثر شيء نسب للقصص فكان طريقته زي التركي احنا نسميه. فأنا قعدت أشوف بعض الصور، طبعاً غير كلش، يعني لو اسوي واحد من هالطرابيش هذه يطلع شكله غير كلش، بس قلت له يا معود خلنا. عندك سيفتي غيرها ولا بس واحده مسوي؟ عندي واحده ثانيه. يلا زين في فكب. انزين حسين، يعني عمليه انك انت تقمص شخصيه تاريخيه ذكرت في الكثير من القصص والروايات، اتوقع انه هو يحتاج وقت علشان انت توصل الى هذه التفاصيل الدقيقه اللي انت واصل لها كشكلا وكشخصيه، ايش كثر خذ منك وقت هذا الامر؟ وللحين انا للحين قاعد اجمع، يعني شفت انه بحر الموضوع، مو شيء بسيط. وجحا يحمل رساله، يعني سوري مواقع التواصل الاجتماعي الحين في ناس مثلا قاعد تطرح مواضيع، تطرح كذا، في بعضهم ما عندهم يعني ما في ماده، ما في علم، ما في. انا داش بهال التحدي، ويعني عصفورين بحجر صح التعبير. أهم شخصية جحا لكن يحمل رسالة، يحمل فكر أن الشهرة مو كل شيء، لا يعني تعال أنت تستفيد من هذه الشخصية وبنفس الوقت تستمتع من هذه الشخصية.
ممتاز. أنت قلت من شوي أنك موجود بالسوشيال ميديا من زمان، ولكن رجعت بشخصية جحا خلال فترة بسيطة، وشلون شفت تفاعل الناس أول ما بديت تطلع وتروح وتسوي هالمسابقات هذه؟ أنا ذاك اليوم رايح سوق الكويت، فأول ما نزلت المحترق إن صح التعبير، دشيت بين الناس، يا أخي ما أقدر أوصف لك شعور الناس. يعني هم بنفسهم يجون، لا تكفى تعال شوف، الكبار الملحقين على مسلسل إبراهيم الصلال فيعرفون، فيجون يستانسون، سولف لنا الله جحا رجع من، يعني يقعد يسولف معاي وكذا. التفاعل الحمد لله رب العالمين، يعني في قبول. المكان اللي أروح له من يشوف جحا تعال قاعد تسولف لنا تعال كذا، غير انه مثلا شويه اسئله الغاز. ايه؟ تبي اسالك كم سؤال اسالك؟ لا احنا نبي حزايه. ايه؟ نبي حزايه، سولف لنا، اعتبرنا شفنا احنا قاعدين بقهوه وناديناك قلنا لك سولف لنا حزايه. زي خل اقول لكم قصه مسمار جحا. يلا. اللي دائما الناس تقول لي شنو قصه مسمار جحا او وين اذنك يا جحا. مسمار جحا يقال يعني في كتب التاريخ واحد قال له ابي سليمان الطحان، عنده طاحون، طاحونه مالت الطحين والسوالف. فجحا يبي يشتري، او انه يعني هو بحاجه حق بيت، فاضطر انه يشتري البيت من ابو سليمان. قال له مو مشكله، زين ما عنده فلوس الريال مفلس، قال له شوف اشتغل عندي. ابي سليمان يقول حق جحا خلاص انت اشتغل عندي، وكل شهر هم اعطيك راتبك وقسط، يعني اخذ جزء من الراتب قسط حق البيت وعليك بالعافيه. والله خوشي مسكين جحا قام يشتغل اول شهر، ويعني على اساس انه ناطر الراتب طاف. الشهر الثاني طاف، بعد ثلاث اربع اشهر خمس اشهر، فقال جحا عمي ترى انا زين خذيت البيت بس ترى يعني متيوع، صرف لي شيء. قال لا تعال انت تتاخر عن الدوام دقيقتين. وذاك اليوم كيس الطحين ما ادري سويت فيه وكان خرب، وقام فقام يخصم، قال هذا كله مخصوم من راتبك فانت مالك راتب. ولا بعد عطني بعد انا ابي الاقساط للحين، غير ان خصم من الراتب. قال ما سوينا شيء كذي. قال والله كيفك. المهم بعد ستة اشهر طا 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 طق علي الباب. نعم. قال اطلع، اعطيتك ستة اشهر، اخرج من البيت، هيا هيا اخرج. قال زين زين مو مشكلة حاضر، بس أثاثي يعني خذ بيتك بس على الأثاث. فقال والحل؟ قال اشترها مني. قال خلاص قبلت. فقام يقول له مثلا اشتر هذا، ثمن الأغراض وطلع. وهو طالع جحا قال له المسمار هذا أبي، بس مسمار بالطوفة كذي، قال هذا المسمار لي ما أبيعه. فضحك عليه أبو سليمان ها ها ها، قال لك ذلك. فقال مو مشكلة لك المسمار. أوكي. ثاني يوم صباح الله خير وطق الباب، مسماري. سلام عليكم. نعم مسماري. كيف اتفاق هذا؟ عقد اتفاق. قال شنو؟ قال بشوف المسمار. مو مشكلة. رحت حق المسمار قلت له يا هلا شلونك؟ شو اخبارك؟ مرتاح؟ الحمد لله تمام. تبي شيء؟ لا فما لا فما لا. ثاني يوم ثالث يوم نشفت ريج اسبوعين، وانا كل يوم راح اطق الباب، لين ذاك اليوم عشان اخذ طال عمرك معاي الكمبل والمخده والفراش وشايلهم كذي وياي طاق الباب. شافني ابي سليمان قال ماذا تريد وما هذه الامتعه التي معك؟ قلت له لا انا مسماري كاسر خاطري ولازم اهتم فيه، يبي رعايه باهتمام. فقررت ان انا من اليوم اي انام عند المسمار زين، كل يوم احط راسي وانام وكذا. فقلت له ما عليك امر، سكر الباب وطفي الليت، خلني انام كل يوم عند مسماري واشوفه. قصه جميله وايد. زين وين اذنك يا جحا؟ هذه ايش قصتها؟ وين اذنك؟ طبعا ما اقدر الف الحين. زين نفس الطريقه يقال ان كان في سلطان، سلطان القريه او سلطان المدينه، يا واحد من الوزراء وقال حق السلطان يعني ايها السلطان سمعت اخر خبر؟ هل صاير؟ هل احد الامراء عندكم فتح له محل نحاس؟ قال خير يا طير. الحين جحا قاعد يطالع في فقال لا ممكن يسوي اسلحه، ممكن يقوم يخرب عليك البلد، دير بالك.
فالسلطان كان يعني طايح الميانة مع جحا ويعرف أن جحا حكيم، فالتفت له كذي، فجحا ضحك يعني عندي الموضوع. المهم قال خلاص زين تعال تعال اقترب. فالسلطان قاعد يقول له قرب قرب مني على اساس ان ابي اسمع كلامك. فهو قايم وهو رايح كان يوقف جحا كذي وحاط ريله. اي زين حاط ريله، كان هذا شو اسمه الوزير داس على رجله يقول اذني اذني، ماسك اذني وش اسمه قاعد قدمي قدمي واشر على اذني. زين زين طبعا ما فهمت بل معاك عم مندمج ليش ماسك اذنه هو دايس على ريله بالضبط. فقال اذني وهذا دايس على ريلي. فقال الوزير هذا قال تقص على من انت؟ انا الان وطأت على قدمك وتقول اذني. فقال ليش دخل هذا؟ هو قاعد يقول ما دخله هذا ما شنو علاقة هذا بهذا؟ فهني جحا قال وما علاقة النحاس باللي انت قلته في انه يعني راح تصير قصة وراح تصير لوية وراح هذا يا الفاتح لمحل نحاس قاعد يسوي له كم قطعة نحاس انتهى الموضوع. فهو كان الوزير كان يبي يسوي يسمونها وشاية ايه؟ يعني يبي يحفر حق هذاك على اساس لا يتوفق ويسكرون محله. فصار العكس طبعا ضحك هني السلطان وامر بعزل الوزير فورا. قال له يلا يفهم الله زين توكل. فهذه كانت قصة وين اذنك يا جحا. طبعا الحين هني بالكويت غير يعني ليش يسوونها شيء يلفون ايدهم يقولون وين اذنك يا جحا؟ اي يعني ان الحكمة منها ان اوكي انت عندك مثلا تعالي دايركت ليش تلف وتدور في الموضوع فيقول له وين اذنك يا جحا. جميل. زين حسين هذه الشخصية الجميلة وهذه القصة اللي قاعد ترويها بطريقتك الاجمل لوين بتوصل بهذه الشخصية؟ طبعا انا بالنسبة لي راح استمر في هذه الشخصية. الآن يعتمد على تفاعل الجمهور نفسه، هي شخصية تفاعلية في النهاية. اللي يبي جحا، جحا موجود. ما راح يكون مختفي عن الساحة، أنا موجود. فعندي أهداف كثيرة، للحين ما أديت شيء منها يعني جزء يسير جدا. بس على فكرة ترى الجانب الإنساني في الموضوع يطغى على أي شيء آخر، يعني ما في جانب تجاري أو جانب كذا. أنا عندي أهداف رسالية يعني فيها جانب من الإنسانية تحمل المشاعر الإنسانية أكثر من أي شيء آخر يعني. حلو. أنت قاعد تقول أنا موجود، هل موجود فقط في المناسبات ولا في أماكن تتواجد فيها يوميا؟ طبعا البرد خوش سؤال. البرد أسبوع اللي طاف قعدني في البيت يمكن 4 أيام أبي أطلع ماني قادر، شفت يمكن الجمعة يعني صار صراحة الدرجة. فأنا لبسي صيفي. فوق ان هذا بسرعه الواحد يستبر برد صح. فقعدت في البيت بس انتظر شويه بس يعني تصير الحراره حلوه تعدل الجو لا تلاقيني بكل مكان ممتاز. اطلع اروح اريد ممتاز. الله يوفقك يا رب في هذه الشخصيه الجميله. دائما ما نستمتع في قصص وحكايات شخصيه جحا. شكرا لك حسين دشتي ناشط في مواقع التواصل الاجتماعي وشخصيه جحا. يعطيك العافيه وموفق يا رب. وبكذي انا ودانا خلصنا مع ضيوفنا في الاستديو، ولكن خليكم بالختام مع اغنيه وطنيه.